السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا قناه ديال الخشب ان شاء الله. كما كتشوفوا الفصيله ما درنا لهم كلشي ذهبي ان شاء الله. اللي لنا شي واحد الزوج بهم نغير لهم اللون ان شاء الله. المهم هادو هما الصالونات الاقتصاديه الاخوان. انت شي حاجه واعره غادي نبين لكم بالقرب. الاخوان شي حاجه واعره شي حاجه واعره. حاولنا اننا نلصقوا ما بين الالوان. حاولت انني نبدع لكم شويه في الالوان باش نغيروا شويه على ديك الكحل، لان الكحل بعض المرات كيغيرنا. حنا كنشيو اللون ذهبي وهو كيغير لنا اللون، ما كيخليناش في الذهبي الاصلي على الاخوان. المهم ها انتم تشوفوا كيفاش. المهم ديكور واعر. ها انتم شوفوا هاد الالوان ان شاء الله. شوف اللون اللي بغيتوه كاين، هذاك اللي قلت لكم كاين في الدار البيضاء طريق مديونه عقاقير المسعوديه ان شاء الله. اللي بغى مرحبا به، نحط لكم النمره ديالي يدخل عندي مرحبا. اللي بغى من الدار البيضاء راه كاين عندهم ثمن مناسب. غادي نذكر لكم الثمنات ديال الدار البيضاء الاخوان. ها انتم هذا الاخوان داير 270 درهم، يعني اللي مخرج اللي ما كيكونش مخرج داير 240 درهم. فهمتوا الاخوان؟ اللي بغى كما قلت لكم الاخوان اللي بغى يزيد له شويه في لافينيسيو، يعني بحال مثلا نقرب لكم لافينيسيو هنايا. ها انتم تشوفوا ها النظريه ديالكم بالقرب. هادو راني صبغتهم مزيان وصارجيتهم الاخوان. ها انتم اللي بغى يزيد شويه في لافينيسيو الاخوان، يعني كيزيد له شويه في الثمن راه كيزيد له في لافينيسيو. المهم ها انتم راني نقرب لكم مزيان باش تشوفوا هذاك الشيء يعني بالقرب. هنايا كل مره على حساب زهرك. بحال مثلا هذه طاحت فيها الدرديزه، ولكن كتاثر على هذيك القضيه. راه بعض المرات التنكيس كيلعب دور. المهم انا كنوريكم الحاضر والثمن. هذا هو الحاضر الاخوان. ها انتم كنقرب لكم مزيان باش تشوفوا لافينيسيو، باش ما تقولوش بالله لا راه يبين لنا ايه بالبعد وكذا، ما كيبينناش لافينيسيو بالضبط. ها انتم بين الكير بالعقل الاخوان. وها انت تمعن مع راسك مزيان. هذا راه ذهبي واعر، راه في التليفون ما كيبانش نيشان ولكن راه ذهب نيشان. اللي بغى يجي عندي للمحل، انا كاين في مدينه بركان في طريق زكزل، نوري له البريو نيشان. انا حتى انا راني خديت به شي 12 كيلو ديتو على عقاقير المسعوديه. ها انتم هنا هذا اللون، وان شاء الله اللي بغى شي حاجه نشرحوها له نشرحوها له. ايه هو يدخل يدير لنا تعليق ويشجعنا ويعاوننا ويدير ابوني ويدير جام. واخا بنادم ما كيتفرج فينا، يعني رجوله الانسان يدير لك جام، دير ابوني وما تبقاش تفرج، يعاوننا باش نطلعوا وصافي. هذه يعني كتديها يعني الشكر، كنقولوا لك الله يرحم الوالدين. اسيدي اسيدي ها انتم. المهم شي حاجه واعره الاخوان، والله ضربنا فيهم تماره الاخوان، ولكن جبنا لكم القابض. واخا ضربنا تماره جبنا لكم القابض الاخوان. مرحبا اللي بغى شي حاجه منا من مدينه بركان. اللي هو كما قلت لكم هنا الثمن راني نسيت كنساه انا سبحان الله العظيم. هذا 270 درهم، اللي كيكون ما متقبش كيكون 250 درهم. هذا ب 170 درهم الاخوان كيكون بالله. الا زاد تقبوا يعني حلوا منايا كيولي داير يعني كينقص لكم واحد 20 درهم. هذا داير 270 درهم بحاله بحال هذا الاخوان، يعني هذا الى جا عاوتاني كنبلع كينقصكم واحد 20 درهم. وهذا عاوتاني كما قلت لكم 270 درهم. هذا الاخوان 150 درهم، هذا هو الرخيص ديالهم المخرج، هذا 150 درهم. وإلا زدت عاوتاني كبلعتو منه ودرت في عادي، لان هذا كيكون يدودي. فهمتوا؟ هادو هما اللي كيكونوا طروادي. فهمتوا الاخوان؟ يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تشجعوني وتقلشوني شويه باش نفرح حتى انا عاوتاني كنشط معكم ونزيد نبين لكم عاوتاني كما كان الجديد في الجديد. يلا ارى برا شرق طلع.